حياكم الله أحبتي المشاهدين بهذه التغطية المباشرة من قناة الأيام الفضائية، ومستمرين بتغطيتنا بالوعد الصادق. بعد أيام من ضرب إيران للعمق الإسرائيلي، احتفلت إيران يوم أمس بعيد الجيش الإيراني، حيث تم استعراض صواريخ ومسيرات ورادارات في أنحاء إيران كافة. وهنا طهران تبعث برسائل سياسية وعسكرية تطمئن بها دول الجوار والمنطقة، وتحذر بها العدا من تبعات أي مغامرة. إبراهيم رئيسي ذكر أن عملية الوعد الصادق كانت دقيقة ومحسوبة ومحدودة وعقابية، ولو كانت شاملة لما بقي شيء من الكيان. وهذا الإعلان هو إعلان للعالم والولايات المتحدة الأمريكية أن إيران حاضرة في الساحة، وتؤكد أنها مستعدة لخوض أي سيناريو محتمل. فاصل ونواصل. إذن أحبتي المشاهدين، أرحب بكم من جديد وأرحب بضيوفي بهذه التغطية لمناقشة عملية الوعد الصادق. أكيد معي في الاستوديو الأستاذ إبراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. وأكيد أرحب بالدكتور حسين رويران، أستاذ في كلية الدراسات العالمية في جامعة طهران. أهلا وسهلا بك أستاذ. تحياتي لك ولضيف الكريم والمتابعين الأعزاء. أهلا وسهلا. أبتدي بحلقتي مع أستاذ إبراهيم السراج. من منطلق يوم أمس، إحنا عرفنا أن إيران احتفلت بعيد الجيش واليوم الوطني، وكانت هناك رسائل بعثت للعالم وللكيان ومن قبل السيد إبراهيم الرئيسي أن عملية الوعد الصادق كانت دقيقة ومحسوبة، وأيضا كانت يعني محدودة وعقابية، لو كانت أكبر لدمر الكيان. ماذا نستثمر من هذه الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللأخ العزيز الدكتور حسين. يعني بالتحديد سياسة الجمهورية الإسلامية إزاء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر وإزاء الإجرام الإسرائيلي، إن هذا الإجرام وهذا الاستهداف لن يمر مرور الكرام. نعم. وبالتالي الجمهورية الإسلامية لديها استراتيجية في التعامل مع الإجرام الإسرائيلي. أولا أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 أنه هذه بعثات دبلوماسية بعيدة كل البعد عن الاستهداف أو عملية الهجوم عليها مباغتة بهذه الطريقة الإسرائيلية، ولكن تعرفين سيد غفران، الكيان الصهيوني كيان مجرم لا يحترم المواثيق ولا يحترم القوانين ولا يحترم البعثات الدبلوماسية ولا يحترم المدنيين أثناء الصراع أو الحرب ما شابه ذلك. لذلك كانت غلطة كبيرة من قبل إسرائيل عندما هاجمت القنصلية الإيرانية في سوريا، وبالتالي نعتقد ردة فعل الجمهورية الإسلامية أنه الجميع كان يتوقع أن يكون هناك رد كبير من قبل الجمهورية الإسلامية وقرصة أذن كبيرة لإسرائيل لهذا الكيان المجرم الذي لا يحترم حقوق الإنسان ولا يحترم المواثيق الدولية ولا يحترم المدنيين وما شابه ذلك، ولا يحترم حتى المؤسسات الدولية المنظمات الدولية وما شابه ذلك. أنا أعتقد أنه الجمهورية الإسلامية من خلال هذا الرد يعني غيرت لواعب، غيرت أدوات الردع الإقليمية، وإنها أوصلت رسالة واضحة أن استهداف الجمهورية الإسلامية لن يمر مرور الكرام ولن ينسى هذا الاستهداف، وبالتالي تتعامل مع هذا الإجرام بما تقتضيه القوانين والتشريعات الدولية. لذلك إيران عندما استهدفت هذا الكيان هي لم تستهدف المناطق السكنية ولا المستشفيات ولا نعم. دور العبادة ولا ما شابه ذلك. أستاذ إبراهيم، هنا سؤال، إنه يعني مثل ما تفضلت إنه إيران عندما ضربت الكيان حددت أهداف معينة. نعم.
ما اتجهت الى المدنيين وقتل الابرياء وغيرها من الامور، لكن الكيان عندما يشعر بالخوف او الهزيمه نلاحظ انه اول ما يستهدف الابرياء المدنيين. هذه كانت نوع من رسائل يعني بها امور دقيقه ومحسوبه. ليش؟ يعني هي ليست قصه، ولكن تاريخ اسرائيل هو مليء بالجرائم. يعني اذا تحدثنا عندنا بذاكرتنا 48 مجازر دير ياسين وصبرا وشاتلة، الكيان الصهيوني ارتكب مجازر، عشرات المجازر امام انظار العالم، ولكن للاسف الشديد لم يدان. هذا الجرائم جرائم اباده جماعيه، يعني مثل ما يحدث الان في غزه. ما يحدث هو جريمه اباده جماعيه، جريمه بمعنى مخالفه لكل القوانين والتشريعات الدوليه الخاصه بحقوق الانسان او خاصه بالصليب الاحمر، حمايه المدنيين في اوقات الصراع. لكن هذا الكيان هو لا يحترم الانسان، ولا يحترم هذه المسميات، ولا يحترم القوانين الدوليه وما شابه ذلك، لن يلتزم بها. لذلك تلاحظين حضرتك انه هذا الكيان هو مصر على عمليه الاباده، يعني حتى بعد صدور قرار مجلس الامن بايقاف الحرب في غزه، هذا الكيان بقي مستهترا وبقي مستمرا في قتل المدنيين وما شابه ذلك. وبالتالي نعتقد عندما اقدم على عمليه استهداف القنصليه الايرانيه للجمهوريه الاسلاميه كانت غلطه عمر هذا الكيان. طيب شنو السبب اللي دفع الكيان انه يرتكب مثل هكذا جرائم وانه يتجاوز على القوانين وغيرها من الامور وباستهداف القنصليه الايرانيه في دمشق؟ يعني احنا نعرف انه هذا رد فعل واضح انه اكيد ايران راح ترد. نعم. لان هذا موجود وانه لازم انه احنا نوضح هذه النقطه. يعني بالتحديد هو عندما استهدف رادة، يعني هي ليست فقط اتساع، اولا انه هو راد من خلال هذا العمل الهمج البربري المتوحش استهداف القنصليه الجمهوريه الاسلاميه، اولا هو راد ان يشتت انظار العالم بعد صدور قرار مجلس الامن، لانه بقيت الاله الحربيه الاسرائيليه تقتل الفلسطينيين حتى بعد صدور قرار مجلس الامن 27 28، بدات بالقتل مستمرة. أراد أن بقيت أنظار العالم، الرأي العام الآن ينظر إلى الكيان الصهيوني. هذا الكيان لا يلتزم بالقرارات الدولية، لا يلتزم بمجلس الأمن. أمريكا تحمي هذا الكيان، بريطانيا تحمي هذا الكيان، فرنسا تحمي هذا الكيان، الدول السبع الصناعية تحمي هذا الكيان. طيب من الذي يوقف جرائم الكيان؟ لا توجد شيء، لا الجامعة العربية ولا منظمة العمل الإسلامي ولا كل هذا المسميات، لأنه هو أصلا ما يحترم هذا الكيان. لذلك عندما ذهب إلى استهداف القنصلية الجمهورية الإسلامية، لأن هو مطمئن أن هناك سوف لن يكون رداً من قبل الجمهورية الإسلامية، ولكن كان الرد مناسب وبكل شجاعة وكل جرأة تحدثت الجمهورية الإسلامية قبل الاستهداف الرد على هذا الكيان أنها سوف تستهدف هذا الكيان. لكن الكثير والكثير ذكر أنه إيران لم ترد وغير قادرة على الرد، ولاحظنا هذه الهجمة الإعلامية الكبيرة اللي حدثت. وعندما جاء الرد شو الموقف هذه الامور اللي ذكرت بحق ايران؟ يعني تابعنا الجيوش الالكترونيه المرتبطه بهذا الكيان الغاصب. طبعا جيوش اكثرها عربيه، يعني من شخصيات عربيه وصفحات وبيجات عربيه من مواقع التواصل الاجتماعي تقول ان ايران لم ترد. وكانت تتبجح وكانت تتفاخر بان ايران لم ترد. ولكن عندما ردت ايران قالوا انها مسرحيه. نعم. لاحظت بذلك؟ وهذه طبعا ليست احتباطا، لا، هناك جبهه من جيوش الكترونيه مموله من الكيان الصهيوني تشجع او انها تسوق هذا الراي الذي هو راي اسرائيل. نعم. ولكن انه الان السؤال الذي هل ان الكيان الصهيوني سوف يعلن نتائج الضربه؟ طبعا هو يعتم على استهداف القواعد ويعتم، لانه هو عتم يعني عندما استهدف من قبل في 7 اكتوبر من قبل محور المقاومه كان لا يصدر بيانات حول عدد قتلاه او حول الاستهداف واين طال الاستهداف. لذلك كان حتى في لغه الارقام هو يقول 400 قتيل صهيوني. نعم. ولكن الاعداد اكبر مما ذكره الكيان الغاصب. نعم. استاذ ابراهيم اسمح لي انتقل الى ضيفي عبر سكايب الدكتور حسين. دكتور حسين معي؟ نعم نعم نعم. دكتور حسين، نتحدث عن رد إيران وضربهم للكيان الصهيوني، كيف تجد هذا الرد وهذه الرسائل وصلت إلى الكيان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا. في تصوري أن الجريمة التي اقترفها الكيان الصهيوني في ضد السفارة الإيرانية في سوريا هي أولا مخالفة للقانون الدولي ومعاهدة فيينا 1961، ومن هنا إيران رغم أنها في السابق كانت تمارس الصبر الاستراتيجي ولكن أغلقت دفتر الإدانات التي كانت تتراكم فيها الجرائم الإسرائيلية وردت على كل هذه الجرائم. الرد الإيراني في تصوري يعني كان دقيق محسوب الجوانب. إيران أرادت أن تضرب القواعد الجوية الإسرائيلية باعتبار أن من قام بضرب السفارة الإيرانية هي القواعد الجوية، وعلى هذا الأساس إيران تحضرت لضربة صاروخية لهذه المواقع، ولكن استعملت يعني ما يقارب 300 مسيرة لإشغال المنظومات الدفاعية للكيان الصهيوني. يعني أربع منظومات هي منظومة القبة الحديدية وآرو ومقلاع داود والباتريوت، وكذلك الطائرات التي جاءت تساند هذا الكيان من الغرب من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الدول العربية العبرية إن صح التعبير، إنه فإيران أرسلت المسيرات قديمة ستوك كانت موجودة في المخازن الإيرانية لإشغال هذه المنظومات لتقوم القوة الصاروخية بما عليها عندما تصل المسيرات إلى سماء فلسطين المحتلة. وهذا ما تم. لم يستطع الكيان والتحالف الدولي الذي دعمه والإقليمي أن يسقط صاروخ واحد من الصواريخ التي أطلقت على القواعد الجوية. طيب دكتور حسين اسمح لي، وهي بالمناسبة يعني نعم. إيران أطلقت 12 صاروخ وال12 صاروخ ضرب الأهداف. هذه المسيرات كانت للتمويه والإشغال، وفي تصوري أن هذه كانت خطة واضحة وإيران قامت بها بشكل علني. يعني قبل 3 أيام أخبرت نعم. كل دول المنطقة وحتى أمريكا حتى يكون النزال يعني بشكل حقيقي. طيب دكتور حسين قبل أن نخوض بتفاصيل الإعلان عن الضربة، لكن هل الرد فقط جاء بعد استهداف القنصلية الإيرانية أم له علاقة بالجرائم التي تحدث في غزة؟ يعني هو هذا رد على الكيان الصهيوني. العنوان هو نعم السفارة الإيرانية، هذا نظام مجرم كل العالم يجب أن يقف في وجهه، ولكن العنوان الذي أعلن هو هذا رد على السفارة الإيرانية في دمشق. نعم دكتور حسين اسمح لي أنتقل لضيفي الأستاذ إبراهيم السراج. أستاذ إبراهيم، دكتور حسين ذكر أنه ماكو كان أي إعلان عن موضوع أنه هي إيران استهدفت بصورة مباشرة الأهداف اللي حددتها. الإعلام الإسرائيلي والأمريكي ذكر أنه لا أسقطنا وكنا بوجه هذه المسيرات ولم تصل إلى الأهداف. شنو هذه التذبذبات بالآراء واللغة الإعلامية اللي طرحت؟ يعني بالتحديد هم هذه الدول، يعني الدول الأوروبية والأمريكا والدول السبعة اللي احنا اطلقنا عليها الدول الصناعية السبعة، هي أرادة من ذلك هو حماية الكيان الصهيوني هذا الغاصب. يعني رغم أنها تتشدق بمبادئ حقوق الإنسان وتتشدق وتتحدث عن احترام القوانين، ولكن هذه هي لا تحترم القوانين. هي لديها يعني الولايات المتحدة وهذه الدول دائما انه تضع لهذا الكيان الغاصب فوق القوانين وفوق البحثات الدبلوماسيه وفوق الاعراف، وتعتبره انه هذا مباح له. يعني اي حماقه يرتكبها او اجرام يرتكبها لا توجد فيها شيء. الشيء بالشيء يذكر يعني نعم. الرئيس بايدن عندما استهدفت اسرائيل احدى البحثات الخيريه او الخاصه بالازاحه بالاغاثه مدنيين، خمسة من اعتقد من منظمة الصليب الأحمر، أصدر بيان استنكار لهذا نعم. الموضوع، ولكن لم يصدر بيان استنكار عن أكثر من 35 ألف جلهم من النساء والأطفال قتلوا.
فهذا هو النفاق الموجود الذي ترتكبه الإدارة الأمريكية ودول أوروبا. وبالتالي نعتقد هي كان لو كان أن مجلس الأمن مع وضوعي وحيادي لأدان الاستهداف الإسرائيلي على السفارة الإيرانية، ولكن للأسف الشديد مجلس الأمن تحت الولايات المتحدة لم يوفق مجلس الأمن في إدانة الاستهداف الإسرائيلي. اليوم أمريكا ذكرت أنه ما كان لنا علم بأن الكيان راح يستهدف القنصلية الإيرانية، هل هذا يعني حقيقة الموضوع؟ سيدتي فاضل، الكيان الولايات المتحدة يعني أنت الآن في الجيوش، الآن كل الدول الأوروبية وحتى دول عربية هناك جنود أو ضباط من هذه الدول تحارب في جيش الاحتلال الصهيوني، من معظمهم أمريكا. فليس من المعقول أن الولايات المتحدة لا تعلم الاحتلال أو جريمة الكيان الصهيوني في استهداف السفارة الإيرانية في دمشق. الكل يعلم بذلك، وإلا أنه كيف يمكن أنه يعني الآن من الذي يقف، من الذي يحمي إسرائيل؟ أمريكا. زين، يعني هل ممكن أنه أمريكا تكون طرف بالصراع بين كيان أصلاً هذه كل الجرائم التي حدثت في الغزة بمظلة أمريكية؟ من الذي خمس مرات لم يوفق مجلس الأمن في إدانة أو في إصدار قرار بوقف الحرب في غزة، ولكن الولايات المتحدة كانت تمنع مجلس الأمن وتستخدم حق النقض الفيتو لإجهاض أي قرار، ثم صدر هذا القرار الأخير، لأن بعد أن وصل الكيان الصهيوني إلى قمة الإجرام لم يبقى شيء. المستشفيات، المناطق السكنية، دور العبادة، التجمعات، حتى المقابر استهدفها. فلذلك هذا الكيان الصهيوني من الذي يدعمه؟ دول أوروبا يعني. وإلا أنه من عندما في يوم الاستهداف الإيراني، هذا اليوم الشجاع، من الذي كان يقف ويصد هذه المسيرات؟ الأردن. الأردن. قبل أن أنتقل هذه النقطة، خلي أنتقل إلى ضيفي الدكتور حسين. دكتور حسين تسمعني؟ نعم. دكتور حسين، في هذا الكلام اللي تفضل به أستاذ إبراهيم، كلام صحيح أنه أمريكا هي يعني على علم ودراية بأنه هي راح تستهدف الكيان أو يستهدف القنصلية، لكن لم نرى أنه عندما إيران استهدفت الكيان ما شاهدنا أنه أي قواعد أمريكية حاولت أنه هي تقف أو تحركت تجاه إيران. يعني شوف، هناك يعني كما ذكر الأستاذ إبراهيم، هناك نفاق غربي، ازدواجية معايير لدى الغرب. يعني عندما قامت إسرائيل بنقض القانون الدولي واستهداف السفارة، الدول الغربية رفضت أن تستنكر هذا العمل. نعم. عندما قامت إيران حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بالرد على الاعتداء الإسرائيلي على أرض إيرانية، أنه نرى أن الغرب استنكر وبسرعة قياسية قام بفرض عقوبات على إيران، في حين أن عمل إيران كان قانوني وما قام به الكيان هو جريمة. يعني هذا هو يعكس أن الغرب أولاً، يعني الآن مفهوم الإسلاموفوبيا الموجود في الغرب، معاداة الإسلام ومعاداة العالم الإسلامي، هذا قائمة يعني سياسة متبعة لدى الغرب، هم يدعمون هذا الكيان. عندما استهدفت إيران، يعني لنفترض أنه إسرائيل لم تخبر أمريكا، في حين أن الكل يعلم أن بيع الكثير من السلاح الأمريكي هو مشروط بأن تعلن لأمريكا أو تأخذ موافقة باستعماله خارج الحدود. هلا لنفترض أن إسرائيل لم تخبر أمريكا، يعني قامت بنقض اتفاق مع أمريكا، لماذا جاءت أمريكا لتدافع عن هذا الكيان؟ يعني هذا الكلام لا يستقيم مع بعضه البعض. هناك مشكلة في هذا السلوك. نعم، جاءت كل هذه الدول مع طائراتها ومع الطائرات التي تزود الطائرات بالبنزين والوقود في السماء، إلى جانب بعض الدول العربية العبرية، يعني وهذا عكس حقيقة. أولا، إيران تملك فائض من القوة، يعني كل الغرب يجب أن يأتي ويشارك ويساهم في الدفاع عن هذا الكيان حتى يستطيع درء أنه هذا الخطر عن هذا الكيان. نعم. ثانيا،
إيران أعلنت أنه فيما إذا قام الكيان الصهيوني بأي رد على الرد الإيراني فإن كمية المسيرات والصواريخ ستتضاعف إلى 10 أضعاف. يعني وهذا هنا الطامة الكبرى للكيان الصهيوني. لماذا؟ لأن مئات الطائرات التي جاءت من الغرب والمنطقة لصد المسيرات الإيرانية يعني والعدد كان هو ما يقارب 300. نعم. إنه مئات الطائرات جاءت، إذا أصبح العدد من 300 إلى 3000 كما وعد الحرس في المرة القادمة فيما إذا تجرأ الكيان على القيام بأي شيء، لا أدري من أين سيأتون بعشرة أضعاف ما جاءوا به من الطائرات. نعم. لمواجهة هذا الموضوع. وأيضا تم توضيحها يعني يوم أمس بالاستعراض أنه الاستعراض يوم أمس بين مدى يعني إيران وقوتها في حال رد الكيان على إيران، وهذه رسالة واضحة من خلال الاستعراض. اسمح لي دكتور حسين أناقش هذه النقطة مع أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، ذكرنا أنه الكيان ما راح يرد أو هناك أقاويل تقول راح يرد. طيب في حال تم الرد برأيك ما هو شكل الرد راح يكون تحديدا بعد عملية الوعد الصادق، وشاهدنا أنه هذا جزء بسيط من قوة إيران والأسلحة كانت هي نوعا ما قديمة لكن هناك أسلحة عملاقة وكبيرة وشاهدناها يوم أمس. يعني رغم أني أستبعد أن يرتكب الكيان الصهيوني حماقة تحت عنوان الرد على الجمهورية الإسلامية، يعني أستبعد أنه لأنه هو يعرف الآن يعني في اليوم الصادق هو استطاع أن يميز القوة إيران في استهداف المناطق العسكرية التي ذكرتها إيران وتتحدث عنها قبل الضربة أو قبل موعد الضربة بأسبوع، وكانت تتحدث أنه بكل شجاعة وبكل جرأة أننا سوف نرد ردا مناسبا ولكن لن نرد أو لن نستهدف المناطق السكنية عكس إسرائيل، ولكن الرد أو الحماقة الإسرائيلية قد لا تحدث. هذا أولا هو يعلم إن ذلك سيكلفه ثمنا غاليا وإنه قد يخسر، هو خسر المعركة أصلا، هو الآن كيان يمر بحالة من الاحتضار. يعني الآن هذا الرأي العام الكبير الذي هو مع غزة مع محور المقاومة حتى في المناطق العربية، بالمناسبة حتى في الدول العربية في الشعوب العربية هي رفعت القبعة للجمهورية الإسلامية. نعم. لأنه لم ترد لا يوجد رد على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين سوى محور المقاومة والجمهورية الإسلامية. نعم. زين، هل فعلا بايدن هو اللي أخر الرد على إيران؟ إلى علاقة هذا ما يطرح في الإعلام؟ يعني أنا ليس من باب، يعني إذا أخر الرد هو ليس من باب هو لحماية الكيان الصهيوني، لا أبدا. يعني أولا أنه أمنه وقالها عدة مرات، أمن الكيان الصهيوني من أمن أمريكا، وقالها ودائما المسؤولين الأمريكان يتحدثون عن ذلك، فهذا يعني أن الولايات المتحدة هي مسؤولة مباشرة عن هذا، وإلا لصدر قرار مجلس الأمن بإدانة الاستهداف الإسرائيلي للبعثة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية. نعم. ولكن لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه هذا هو النفاق الغربي، النفاق الأمريكي الذي يحاول أولا يستهين بمقدرات الشعوب ويستهين بالقرارات ويتحدث عن القرارات يصدرها القرارات لمصالحهم. نعم. وإلا أنه هل أن ماذا بعد يعني السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا بعد صدور قرار 27-28 صادم مجلس الأمن؟ نعم. الخاص بوقف الحرب في غزة، هل التزم الكيان الصهيوني؟ هل تحول القرار إلى مجرد حبر على ورق؟ طيب ماذا ردت فعل مجلس الأمن؟ يفترض أنه تعقد جلسة لمجلس الأمن وتناقش الاستهتار الإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن. حماس التزمت بهذا، ولكن هذا الكيان لم يلتزم ولا زال يرتكب. يوم أمس كان هناك أكثر من 80 شهيد من النساء والأطفال. ولكن ماذا بعد؟ هل إن مجلس الأمن يصدر ورقة خلاص يعني أنه هذا القرار 27-28 التزموا به وذهبوا وراحوا إلى منازلهم؟ لكن ماذا بعد؟ ما الفائدة من الأمن؟ ما الفائدة من القرار؟ طيب الآن يفترض أنه هناك جلسة خلال بعد أسبوع من إصدار القرار 27-28 يفترض أن تكون هناك جلسة لمجلس الأمن. الحرب بموجب هذا القرار انتهت، الآن تبقى الحلول الإنسانية ولا وتبقى أنه هناك نافذة لأول إنقاذ الجرحى، الشهداء، المصابين،
الوضع الوضع المعاشي الصعب نعم. لقطاع غزة وبالتالي ذلك هذا هو الاستهتار الأمريكي. هذا ماذا تم؟ تم برعاية أمريكية أوروبية. أمريكا. زين أمريكا اليوم اسمح لي أستاذ إبراهيم، دكتور حسين، أمريكا اليوم تقول إنه هي غير جاهزة للرد أو تحذر الكيان إنه من الرد. هل فعلًا إنه أمريكا ما تريد إنه الكيان يرد؟ هل هذا راح يأثر على مصالحها باعتبار هناك انتخابات قريبة؟ شنو الهدف؟ يعني أولا إسرائيل هي القاعدة المتقدمة لأمريكا في المنطقة والغرب بشكل عام. يعني أولا بعكس إيران التي تصنع الأسلحة نعم. وتمتلك قرارها، إسرائيل تستعمل أسلحة أمريكية والقرار أمريكي، وهي لا تستحي أن تقول ذلك. يعني حتى أن بايدن اشترط على نتنياهو إذا كان هناك من رد يجب أن ينسق مع أمريكا قطعا. نعم. وهذا هو يعكس حقيقة الموضوع، يعني أن هذا الكيان يأتمر بأوامر أمريكية. أمريكا الآن في سنة انتخابية، والحزب الديمقراطي هو أساسا يعتمد في الانتخابات على الأقليات المختلفة، من الأقليات الهسبان، الإسبانيين، اللاتين، الشرق الأوسط وشبه القارة، الهندية والأفريكان، إنه كل هؤلاء هم يعني يمثلون القوة الانتخابية للحزب الديمقراطي. أي إخلال من قبل إسرائيل يمكن أن يؤثر على موقع بايدن انتخابيا. ضمن هذا الإطار أمريكا لا تسمح لهذا الكيان أن يقوم بأي مجازفة يهدد مستقبل الرئيس الأمريكي بايدن في الانتخابات التي ستجرى في بداية الخريف القادم. من هنا يعني الحرص الأمريكي، يعني هذا السبب اللي جعل الكيان إنه ما يرد؟ نعم، يعني ما أريد أن أقول أولا حرص أمريكا هو أولا لا ينطلق من أن أمريكا حريصة على السلام وضد الحرب، لا هي مجرمة. نعم. كما الكيان الصهيوني، يعني وبالمناسبة في فيتنام هي قتلت أكثر من 4.5 مليون، في كوريا قتلت نعم. ما يقارب 5 مليون إنسان. يعني لا نتصور أن ما حدث في غزة هو الوحيد، نعم هو أقسى من كل هذه، ولكن هذا هو ديدن القوى الطاغوتية في العالم. ما أريد أن أقول أن أمريكا في سنة محرجة، كما يقال البطة العرجاء، يعني والحكومة الأمريكية لا تستطيع أن تتخذ الكثير من القرارات بسبب الظروف الانتخابية، وهذا ما يشكك بموضوع احتمالية الرد الإسرائيلي، خاصة يعني أن إيران تمتلك قوة رادعة كبيرة أيضا تمنع هكذا مغامرة غير محسوبة العواقب. طيب دكتور حسين، خلينا نشرك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني ذكرت نقطة جدا مهمة أثناء حديثنا أنه عن المملكة الأردنية. طيب من اللي دفع أنه المملكة الأردنية تتدخل وتعترض الصواريخ الإيرانية؟ أولاً أنه الولايات المتحدة دفعت أموال ضخمة إلى تكون إسرائيل دفعتها ودفعت الولايات المتحدة إلى الأردن. نعم. مقابل أن شغلتين، يعني هدفين. الهدف الأول أنه لا تستهدف السفارة الإسرائيلية في الأردن، نعم، وأن لا يصل الشباب المقاوم أو الذي يشجع أو يدعم المقاومة إلى الحدود الإسرائيلية. تعرفين الحدود الإسرائيلية مع الأردن أكبر حدود هي مع الدول العربية، قد تكون وهذه الحدود مفتوحة جدا يعني، وبالتالي أن هذه الأموال استخدمت كرشوة لنشر الجيش الأردني على الحدود مع إسرائيل. وبالفعل يعني أنه هذا هو واجبهم، يعني واجبهم. اثنين، أنه هم نوع التحالف، يعني الآن التحالف الآن الموجود مع الأردن، تعرفين حضرتك أنه دولة تعيش على المساعدات الأمريكية والإسرائيلية، وبالتالي هي ضمن التحالف هذا الذي داعم لإسرائيل وداعم تل أبيب وداعم الجرائم، لذلك لن تجدي موقف مشرف من قبل الأردن لدعم القضية الفلسطينية، لا بل الأسوأ من ذلك، هو لدعم الكيان الصهيوني. فكان متوقع أنه عندما انطلقت المسيرات الإيرانية وانطلقت الصواريخ الإيرانية من الجمهورية الإسلامية المباركة، كان متوقع أنه هذه الدولة ستقوم
بالرد او باحتراف تلك الصواريخ والمسيرات، وبالفعل يعني هذا مهمتهم وهذا واجبهم هم، لانه هم ماجورين يعني هم باعوا القضيه الفلسطينيه، وبالتالي هم يرون ان في ذلك هي دفاع عن هذا الكيان الغاصب ودفاع عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وهم يعتبرون باوامر امريكيه دوليه واقليميه. نعم. وكان متوقع الجميع يتوقع، والا انه لن يسمح يعني العراق كان دوره سمح بان تنطلق من او من خلال اجوائه الى اسرائيل، لانه هو يؤمن بالقضيه العراقيه، يؤمن بالقضيه الفلسطينيه، ويقف مع محور المقاومه ويقف مع القضيه الفلسطينيه، بدليل ان السيد رئيس الوزراء في واشنطن اكد على قضيه احترام البحثات الدبلوماسيه. نعم. هذا الكلام تحدث به مع بايدن الذي كان يريد ان 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 يحرف العمليه السياسيه ويحرف الكلام للسيد رئيس الوزراء، ولكن السيد السوداني كان شجاعا في هذا الرد، وهو طالب بايقاف الحرب ضد غزه وايضا ادانه استهداف البحثات الدبلوماسيه بموجب قرارات الخاصه المنظومه الامميه. نعم. ومقرراتها. ولكن انا كان متوقع ان الدول العربيه كثيره هي كانت تقف بالضد، مصر كانت ايضا تقف بالضد القضيه الفلسطينيه. الان ماذا يحدث يعني؟ ودول عربيه يعني هي انا زين، هذه الدول اللي واقفه ضد عندما شاهدت حجم الضربة الإيرانية ومدى قوتها، موقفها شنو؟ أحرجتها أمام شعوبها. أحرجتها أمام شعوبها. فالذين يتشدقون بالقومية العربية وما شابه ذلك، ولكن هذه الضربة وهذا الاستهداف الإيراني الشجاع أحرج هذه الحكومات العربية المطبعة وغير المطبعة. لذلك بدأت ماذا تفعل؟ حركت جيوش إلكترونية للنيل من الاستهداف الإيراني لتل أبيب. وبالتالي بدأت تقزم هذا الاستهداف وتقول انه مسرحيه وما شابه ذلك، وتحدثت عن هذا الكلام. وانا تابعت وسائل الاعلام وتابعت مواقع التواصل الاجتماعي، هناك جيوش الكترونيه مرتبطه بحكومات عربيه مطبعه بدأت بتقزيم الاستهداف الايراني لهذا الكيان الغاصب، وبدأت تنشر انه لا توجد اضرار. لا هذه الجيوش قبل، والا ان هذه الصواريخ يعني ما معقوله سقطت في البحر او سقطت او انها انتحرت هذه الصواريخ، لكن هذا هو الكيان الصهيوني يحاول ان يعتم على خسائره، لانه هذا يؤثر على 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 المستوطنين الصهاينه، وبالتالي هذه المستوطنات اصبحت غير امنه. لذلك كان متوقع انه هذه الدول المطبعه سواء عربيه وغير عربيه تقف بالضد من الاستهداف وتصف ما تصف، ولكنها صمتت عندما قصفت إسرائيل البحث الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية في دمشق. خلينا نشرك دكتور حسين بهذا الكلام. نعم. دكتور حسين، استمعت لكلام أستاذ إبراهيم عن موقف الدول اللي واقفة ضد، رأيك؟ يعني شوفي، أولا بعض الدول هي ترى أن إسرائيل تستطيع أن تكون حليفة لهذه الدول وأن تسند هذه الدول وتعطيها يعني غطاء أمني. إسرائيل الآن أثبتت في غزة أنها هي لا تستطيع أن تحقق صورة نصر، يعني نصر تركي، أن صورة نصر في غزة. من هنا يعني هذا التصور العربي لبعض الدول من أنها من خلال التحالف مع إسرائيل تستطيع أن تشكل جبهة، يعني هذا أصبح من الماضي في خبر كان، وأن إسرائيل لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. مجيء كل هذه الطائرات الغربية للدفاع عن إسرائيل أو كما في البحر الأحمر، يعني أمريكا هي التي استلمت جبهة البحر الأحمر للدفاع عن إسرائيل. يعني كل هذا يعكس أن الكيان في أضعف حالاته، وأن يعني هذا التصور العربي في التحالف مع الكيان يعني هو غير متطابق مع الواقع. الواقع هو أن إيران تمتلك فائض القوة وهي أكبر قوة إقليمية موجودة، وعلى الدول العربية أن تفكر حقيقة في منظومة إقليمية بمشاركة إيران والعراق لبناء منظومة أمنية إقليمية بعيدة عن التسلط والتحكم الأمريكي وكذلك الصهيوني. ولكن مع الأسف البعض
باعوا القضية مسألة، باعوا أنفسهم حتى. نعم. يعني وهؤلاء يعني الخيانة هي واضحة، لا أحد يعني يستطيع أن يغطي هذا الموضوع بغربال كما يقال. كل الشعوب في المنطقة هي كانت مرتاحة جدا إلى الرد الإيراني واستبشرت خيرا. يعني في فلسطين لأول مرة نسمع يا حسين يا حسين، يعني نعم. أنه استقبالا لهذه الصواريخ، هذا في تصوري هو يعكس حقيقة الواقع في المنطقة. ولكن الذين باعوا أنفسهم يعني مع الأسف صم بكم عمي فهم لا يفقهون. نعم، اليوم صورة الكيان كأنما تهشمت وتكسرت، وأكثر وأكثر تحديدا بعد يعني عملية الوعد الصادق، يعني من كانت عملية طوفان الأقصى قبل 6 أشهر أو أكثر وعملية الوعد الصادق، هذا بين مدى ضعف الكيان وأنه هش وضعيفة خيوطة كخيوط العنكبوت. يعني هذه دلالة واضحة، وعلى الدول أيضا تعلم وتعرف مدى ضعف هذا الكيان. يعني منذ اليوم الأول للمعركة، نعم، 7 أكتوبر 27 الأول وضحت صورة النظام الإسرائيلي. يعني هو عندما عجز أن يواجه المقاوم الفلسطيني بدأ باستهداف ماذا؟ ذهب إلى قضية أخرى، هو استهداف الأحياء السكنية. استهدف الأحياء السكنية، استهدف المدنيين، استهدف المستشفيات، مجمعات طبية، دور العبادة، استهدف حتى المقابر استهدفها، لأنه هو يدرك أنه هذا ما يقوم به هو ردة فعل، لأنه هو بدأ بحالة من الهستيرية. نعم. لأنه فقد جنوده قتلى في داخل مدرعاتهم. المسافة صفر بين المقاوم وبين الدبابة الإسرائيلية. الدبابة التي كان يراهن عليها تحولت إلى خردة. نعم. ما لها قيمة. أيضا محور المقاومة في اليمن، في سوريا، في العراق، في لبنان، في الجمهورية الإسلامية، كان يضع في حساباته هذا الاستهداف، وبالتالي أنه استهدف لم يكن موقفا أو لم يكن هذا المحور صامتا، وبالتالي ردة فعل عندما استهدف اليمنيون في بحر الأحمر، على الجبهة الشمالية عندما استهدافات كثيرة، وآخر هذا الاستهداف اليوم لمجموعة من الجنود الإسرائيليين، هذا لن يجد صدى في وسائل الإعلام العربية وما شابه ذلك. لاحظ ذلك؟ نعم. يعني لذلك أنه الكيان بدأ في حالة من الهستيرية، يعني تارة يهدد باقتحام رفح، وتارة يهدد بارتكاب مجازر أخرى بعد صدور القرار 27-28 الخاص بمجلس الأمن. نوع او شكل من اشكال الرد على ايران بطريقه مبطنه؟ لا، هو يعني انا لا اعتقد انه لديه القدره على ان يرد على الجمهوريه الاسلاميه، لا اعتقد لديه القدره، لان هو الان يدرك حجم ويدرك ما تمتلكه الترسانه الايرانيه من اسلحه ومن صواريخ باليستيه وتصل الى ما تصل، وبالتالي انا اعتقد انه هو لا يمتلك القدره ولا يمتلك الامكانيه على ذلك. وحتى اذا ارتكب حماقه فانا اعتقد هذا ستكون قد تسجل نهايه، تكتب شهاده وفاه هذا الكيان الصهيوني على يد الجمهوريه الاسلاميه. طيب، لانه الكيان إن هذه الحماقه كلفته الشيء الكثير والكثير، وبالتالي انعكاساتها كبيره جدا سواء على المحيط الاقليمي والمحيط الدولي وما شابه ذلك، باعتبار ان هذا الكيان هو ما قام به هو استهتار بالمواطن، وبالفعل يعني لا يحترم حقوق الانسان ولا يحترم القرارات الدوليه ولا يحترم المنظومات الدوليه، لا الامم المتحده ولا مجلس الامن وما شابه ذلك، وبقي رهينا لغطرسه هذا الكيان واجرامه. طيب استاذ ابراهيم، خلينا نشاهد احنا وياك راي الدكتور حسين. دكتور حسين، يعني استاذ ابراهيم ذكر انه الكيان ممكن ما يرد، وحضرتك قبل قليل ايضا وضحت انه ممكن الكيان ما يرد، لكن لو تم الرد، احنا نعرف انه صار تقريبا 4 أيام اكو اجتماعات كثيرة وسرية، هذا حسب ما يطرح في الاعلام انه ممكن الكيان سيرد، لكن لو تم الرد برأيك شنو ممكن يكون شكل الرد؟ يعني ممكن هل يكون هو استهداف مواقع مباشرة في ايران، ممكن استهداف المدنيين، ممكن استهداف لقواعد موجودة في العراق، في لبنان وغيرها، تفضل. يعني شوفي، موضوع الردع
أي نظام سياسي في العالم هو يحاول أن يمتلك قوة ردع، إنه الكيان الصهيوني تآكل الردع عنده، أولاً بسبب طوفان الأقصى، يعني هو هذا الكيان الآن 7 أشهر هو يقوم بكل الجرائم الممكنة ولكن لم يستطع أن يحقق نصراً، لأن النصر هو يعني تحقيق أهداف الحرب، وأهداف الحرب هي اجتثاث حماس، حماس لا زالت تقاتل، تهجير أهالي غزة لم يتم، إنه إطلاق سراح السجناء لم يتم، إنه يعني كل هذه، وقف إطلاق الصواريخ على المدن الصهيونية لا زال مستمر، هذا كله يعكس أن إسرائيل خسرت هذه الحرب، وهذا يعني تآكل الردع. الضربة الإيرانية جاءت وأثبتت أن الردع الإسرائيلي متآكل بشكل كبير. هو الآن يتكلم أن هناك ضرورة أمنية إسرائيلية في يعني إعادة الهيبة للردع الإسرائيلي من خلال عملية استهداف لإيران، وهذا عندما يقول هذا الكلام هو من وجهة نظر يعني نظرية صحيح، ولكن هو لو استهدف إيران وعادت إيران لضرب الكيان يعني بعشرة أضعاف ما قامت به، سينكشف الردع بشكل كامل أمام المنطقة، وهذا ما يجعل استمرار هذا الكيان في خطر كبير. الغرب عندما يطالب إسرائيل بعدم الرد هو ليس حبا بإيران، لا، خوفا على إسرائيل، خوفا على إسرائيل. إسرائيل ماذا يمكن أن تستهدف؟ أولا إيران دولة كبيرة يعني بمساحة 1,650,000 كيلومتر مربع، المواقع النووية التي البعض يشير إليها هي كلها موجودة في الجبال وتحت الأرض، وأي استهداف لهذه كما صرح اليوم المسؤولون الإيرانيون أنه ستخرج إيران من معاهدة الحد من الانتشار النووي وستغير سياستها النووية بالكامل. هذا التغيير السياسة النووية بين قوسين شيء يخشاه الغرب بشكل كبير جدا. من هنا يعني إذا هاجمت إسرائيل المواقع النووية هذا سيكون رد الفعل، إذا هاجمت أي موقع آخر إنه إيران سترد بعشرة أضعاف. وفي هذا الإطار أتصور أن الكيان الصهيوني ليست أمامه خيارات يعني جيدة، هو بين السيء والأسوأ ولا يدري ماذا يمكن أن يفعل أمام انكشاف الردع الصهيوني بهذا الشكل الفاضح على المستوى الإقليمي، رغم أن الغرب استثمر في هذا النظام على أنه أن يكون متفوق عسكريا على كل دول المنطقة من دون استثناء، ولكن المسألة الأهم هو أن محور المقاومة استطاع أن يبدع ويوجد شكل جديد من الحروب اسمها الحروب غير المتكافئة، ورغم أن الطرف الآخر يمتلك التفوق العسكري إلا أنه يهزم كما هزم أمام حزب الله وهزم أمام المقاومة في فلسطين خلال طوفان الأقصى. نعم دكتور حسين رويران أستاذ في كلية الدراسات العالمية في جامعة طهران، طبعا شكرا لانضمامك معنا، وصلنا إلى ختام التغطية، وأكيد بدوري أشكر أستاذ إبراهيم السراج الكاتب محلل السياسي، شكرا لهذه المعلومات القيمة. إذن أحبتي المشاهدين وصلنا إلى ختام التغطية، تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر، إلى اللقاء.